الكاتبة والإعلامية نضال الأحمدية الكويتية تعلق على تصريح المستشار مرتضى منصور إن اتكلم عن شيرين وعن حسام حبيب وقال غرف داهية هما الاثنين، وده مش عيب. رد فعله بتقول المفروض تفتخر بيها. يفتخر بيها ليه؟ أو إحنا كمصريين نفتخر بيها ليه؟ نفتخر بشيرين ليه؟ شيرين أيام ثورة يناير لمت الشمل ولمت حالها ومالها ودنيتها وطلعت على دولة الإمارات، عاشت هناك ولا فكرت في بلد ولا فكرت في مصر ولا فكرت في أي حاجة غير في حالها وفي فلوسها وفي نفسها فقط، وطلعت على مراته ما نزلتش مصر لما البلد استقرت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.